تعرفت على بنية تحكي إياها اليوم على التليفون. هي فقدت بنتها مثلي، وزوجها مات بحادث سيارة. استغفر الله ربي. هاي أمي أنا مسكينة يا يمه. إي بس يا بنتي، أنتِ ما عايزك تضيع مقهار. دا أسولف وياها وكنا نحكي، وحكيت لها عن قصة بنتي. إي يا بنيتي، أمه كان ما تتراسلون بالتليفون، خليها تجي هنا نشوفك. ما تقدر، صار لها 9 سنين مشلولة ونايمة بالفراش. تدرين انتي اول شخص اتواصل وياه بعد ما صار الحادث؟ خطيه هاي ربي الله يدري بحالها. شلون يعني بدون رحم؟ اوقع لك على كمبياله. بس ايش راح يصير عليك هواي؟ شلون تسددين؟ ما لك علاقه، كله يمين الموضوع. صدقني اني ظروفي زينه، بس هسه قاعده امر بظرف صعب.